السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بكلمكم من لاس فيجاس، تحديدا من ده الأوتيل القائم فيه بطولة مستر أولمبيا. حابين النهاردة نعمل لقاء، مصر كلها سألتني عن اللقاء ده بالذات. أنت ليه ما بتصورش مع الدرة؟ ليه مش مع الدرة؟ الدرة كتير كتير. فالنهاردة كلمت الدرة قلت له بص، مصر كلها بتقول لازم أصور معاك، فأنا جاي أصور معاك. فالراجل رحب، دعاني الأوضة بتاعته في الأوتيل، نفس الاوتيل اللي قائم فيه مستر اولمبيا. هنتكلم مع دره في حاجات كتيره جدا، هنرجع لورا شويتين وهنطلع لقدام ونشوف اخباره معانا ايه. وطبعا انتوا عارفين ان دره جريء وبيرد في الردود بتاعته، ما بيفكرش اللي هي الرد هيعجب مين او ما يعجبش مين، هو بيقول اللي جواه. فالنهارده هنشوف، هعرف اطلع منه من اللي انا عايزه، وقعه في مشاكل اللي انتوا عارفين طبعا بتوع المشاكل، فهنشوف هنعرف لو وقعنا النهارده في مشاكل ولا لا. كابتن دره، ازي حضرتك الاول؟ ازيك يا هاني، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام؟ الحمد لله. قول لنا، الدره من بعد ما ساب مصر وطلع للعالم الخارجي بره، ايه اللي فرق معاك من سيبانه مصر مبدئيا؟ دي اول حاجه، بعيدا عن كمال الاجسام، بعيدا عن اي حاجه، سواء تعليم، سواء خبره، سواء حددت شخصيه جديده في حياتك، ايه اللي انطلقه؟ خبره في مصر. مصر بيتي طبعا، انا ابن مصر، فما دام انا فيها عندي الإحساس، السكيورتي، الأمن، الأمان، محمي، صحابي، أهلي، شوية المعجبين اللي كانوا موجودين ساعتها لما كنت مثلا بخش بطولة الجامعات. لما تطلع بره زي ما تقول إيه، طلعت من بيت والدتك بقى. فالفرق اللي عمله في شخصيتي أنا من ساعة ما طلعت مصر لسفري بره، إن هو زي ما تكون إيه، كون راجل، من ولد لراجل. لا انا خلاص اون ماي اون دلوقتي، مراتي، ولادي، عيالي، لازم الاقي شغل، لازم، مش هقول لك كنت عايز انجح. انت طالع من مصر متجوز ولا اتجوزت بعد كده؟ لا انت طالع من مصر متجوز. فمش مساله عايز انجح، لا هو لازم تنجح، لازم انجح، نو تشويس. فهي دي الفرق، العيشه في مصر وان انت تسافر بره بتديك خبره، وزي ما تقول ايه، بتنحت نفسك بالظبط، تعرف تبقى شديد مع المواقف بالظبط. طيب تعال نرجع، بس ممكن ناس، في بعض الناس يعني، انا عارف طبعا انت معروف جدا، بس في بعض الناس ممكن ما يكونوش عارفين حاجات عن تفاصيل الدره. انت دارس ايه؟ هندسه. اتخرجت من هندسه القاهره، جامعه امريكيه. جامعه امريكيه كمان. طب الشيفتنج بتاع الكارير، اللي انت تبقى مهندس وجامعه امريكيه، يعني مصاريف، يعني الوالد كان حاطط مصاريف كبيره طبعا. طبعا كتير. كون ان انت تعمل شيفتنج للموضوع وتغير الاتجاه والكارير، ان انت تسيب هندسه اللي اتصرف عليها جامد جدا وتروح لموضوع البادي بيلدينج، النقله دي جت ازاي؟ انا كنت فنان برسم كوميكس. وفي ناس في مصر اكيد تعرفوا كوميك دراجون بول. فمن وانا صغير بتفرج عليه وبرسم وكده فجت يوم من الايام كان نفسي ابقى زي الشخصيات اللي انا برسمها دي. ودخلت ملاكمه، رحت نادي الترسانه. رحت نادي الترسانة بالذات لأن نادي زي ما تقول إيه، بتاع الشعب بالظبط. ما كنتش عاوز أروح نادي الجزيرة، ما كنتش عاوز أروح نادي الصيد، أنا كنت عاوز أروح. يعني أعتقد من تفصيلة إن أنت خريج الجامعة الأمريكية، فمعناها إن الحمد لله كانت الدنيا متيسرة إن أنت تخش نوادي من النوادي الكبيرة، بس أنت أصريت إن أنت تروح لنادي صغير، نادي الترسانة. تمام. رحت هناك، تأقلمت على طول، وبدأت أتمرن. كان عندي 16 سنة، كان دايما عندي مشاكل في كتفي. دي كانت اول حاجه عرفت، اول اصابه ليا. كتفي فيها حاجه غلط. وانا عامل عمليه في كتفي، 3 مسامير. من قبليها؟ لا، بعد كده. لا ما استنى بس، عشان ايه الموضوع الاصابات ده انا جايبه من الاخر. من الاخر، انا بالنسبه لي القعده دي مش عشان خاطر اولمبيا، مش عشان خاطر انت دوره بتاع الاجسام، مش عشان اي حاجه. انا عندي حاجه لازم اخش فيها سبيسيفيك قوي. اوكي، مفيش مشاكل. بعد ما دخلت الملاكمه، لعبت سنتين، وبعدين رحت الدكتور، كتفي كان دايما بيتخلع، قال لي لازم تروح تلعب رفع اثقال، تقويه عضلات. رحت لعبت رفع اثقال، موضوع عجبني قوي. حبيت الفكره ان مفيش شورت كاتس، الجسم بتاعك هو مرايه تعبك بس. صح.
وانا جيناتيكلي كنت افريج جدا، يعني واحد عادي جدا، كنت رفيع جدا، مش في ناس تعرف بترفع حديد تكبر على طول، بالظبط. ده ما كانش الكيس معايا. بس كنت بروح الجيم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، لغايه ما في كابتن كان في الجيم قال لي انا بشوفك بتيجي كل يوم الجيم، نفسك تعمل ايه؟ طيب الجيم ده كان فين؟ كنت بروح العب ساعات في نادي الصيد، ساعات بروح جولد جيم الجيزه. قلت له انا عايز ابقى فريك. قال لي بس كده، فمرني شويه ببلاش فور فري، ودخلني بطوله الجامعات. طبعا اول 3 سنين ما خدش مراكز اصلا يعني، بس بعد ما نزلت على المسرح، بعد ما قابلت الناس، ومنهم كان احمد الورداني اخويا وحبيبي من سنه 2007، وانا لما شفت احمد الورداني قلت واو، ان الجسم ممكن يوصل شكل عامل كده. وعجبني كمان، مش هنسى لما الورداني كان نزل كان 80 كيلو، كنت انا 65 كيلو، الناس كلها ورداني ورداني. انا ما شفتهاش كواحد، كان هما بيشجعوا واحد بجسم، شفت محبه، الناس بتحبه، شفت ان هو زي ما تقول كان بيدي امل للشباب ان هما ممكن يبقوا حاجه في حياتهم بكمال اجسام. فبس من ساعه اليوم ده انت قررت بقى خلاص كمال اجسام وتسيب، تبعد عن، مش هبعد عن هندسه، لا الملاكمه. ملاكمة طبعا. سبتها سبتها، دخلت بودي بيلدينج. حققت فيها حاجة الملاكمة ولا كان مجرد بس انت لسه بتتمرن ما جربتش تنزل؟ كنت كتفي اتخلع تماما اسبوعين قبل بطولة الجامعات في ملاكمة، وما كنتش هعرف العب تاني اصلا، فقضاء قدر يعني. الممارسة بتاعتك جت بالنسبة للملاكمة او بالنسبة للعبة كامل الاجسام؟ هل جت عن طريق العنف، ان انت حابب ان انت تبقى قوي عشان يبقى عندك زي سيطرة في المواقف مثلا، او لو حصلت خناقة حاجة زي كده، ولا كانت بالنسبة لك كانت رياضة واحدة انت عايز تبقى راجل رياضي؟ لا، ما عمري ما كان عندي انتماء للخناقات وكل الكلام ده. بالعكس يعني، انا كان حتى من نوع طبعي كان عندي صحاب قليلين، وما بخرجش انا سهرات، وما كانش لي عادات الحمد لله وحشة يعني، كنت دايما على طريق مستقيم الحمد لله يعني. فبالنسبة لي أنا كانت رياضة رياضة، وإن أنا عايز أبقى حاجة. كان بيراودك دايما الحلم إن أنت تبقى قدوة أو مثل أعلى. بالظبط كده بالظبط كده. طب القدوة والمثل الأعلى ما كانتش تيجي في هندسة؟ شوف، أنا عارف إن والدي ووالدتي برضو دايما عايزين الخير ليا، أكيد مهما قراراتهم كانت إيه، النية نفسها ودي أهم حاجة جاية من خير. زي مثلا أنا وابني، أنا عايز أخد قرار أكون أنا كأب متأكد إن هو هيبقى سيف، هيبقى كويس. كمال أجسام أو الرياضة عامة في الشرق الأوسط مش مستقبلها مش واضح يعني. أنت لو في أمريكا ماشي ملاكمة مع تيم كويس، لا، لو انت عندك، لو انت موهوب الرؤيه واضحه. بالظبط. بس في الشرق الاوسط الموضوع زي ما تقول غيبوبه شويه. فوالدي اصر ان انا لازم اكمل في دراسه تحميني على الاقل، لو بعد الشر بالظبط باك اب بلان. بالظبط كده بالظبط كده. طيب لو احنا اتنقلنا بقى من موضوع الدراسه والبدايه، لو رحنا للحلم ان انت تقف على مسرح اولمبيا من بطولات الجامعات والبطولات الصغيره جدا اللي هي بيتفرج عليها مثلا 20 30 واحد، لان انت رايح لماتش العالم كله بيتفرج عليه، العالم فعلا، انا بقصد كلمه الكوكب هو كله بيتفرج عليه. الحلم ده جه ازاي؟ اتزرع جواك ازاي؟ يعني انا عايزك دلوقتي اتزرع فعلا. لو انت هتبص الكاميرا دلوقتي، في واحد بيتفرج عليك وبيشوفك، انت ممكن بكلمه منك دلوقتي تزرع نبته جديده جوه بني ادم، انه يبقى دره جديد او رامي جديد او فيل هيز جديد او ايا كان او روني كولمان. الزرعه دي جت ازاي؟ مين اللي حط النبته دي جواك ان انت تبتدي تفكر تروح تتجه الاولمبيا؟ هي في قصه بس انا مش عايزك تضحك عليا خالص. الزرعه دي جت من ربنا. تمام. انا دايما كنت بقول لما دخلت كمال اجسام وبدات اخش بقى البطولات وكل ده،
الموضوع كان مجنن والدتي. هي ما كانتش حابه؟ لا طبعا. عشان عارفه كمال اجسامه اللي فيها. بالظبط. اوكي. فهي كانت طبعا بتقول لي لا محمود انت هتبقى مهندس، وتعرف كمان الام المصريه على ابنها طبعًا. مفيش. قالت لي انت هتبقى مهندس وكمال اجسام دي هوايه بس. بالظبط. وانا دايما كنت حاسس لا انا عندي حلم وعاوز احققه، بس طبعا كنت لسه صغير. أكيد. حصل موقف كنا انا والدتي في المطبخ بنتكلم، وزي ما تقول ايه جدال صغير. وانت عارف احنا عندنا في مصر زي ما تقول ايه، لما واحد يقول حاجه ويجي يقدم يقول لك دي شهاده. بالظبط. اوكي. مامتي كانت دايما بتقول لي انا كده. طيب دايما بتقول لي انا كده. ف بنتكلم ولا او ده تعرف بقى ارجمنت كده صغير. قلت لها بص يا ماما لا قالت لي في الاول، قلت لها طب ما جيك هتلر عمل كذا. طبعا ما كنت مهووس بيه بقى. قالت لي هو في كام جيك هتلر؟ هو واحد بس، يعني انت هتبقى الواحد ده؟ قلت لها بص يا ماما انا ربنا خلقني عشان اوصل مسرح الاولمبيا. راح مقدم المغرب على طول. راحت هي ساكته عملت كده. رحت لها كانت طبعا لقطه هزار طبعا، بس بالنسبه لي انا يعني هو طبعا كانت علامه او ساين خلاص، كانت ساين. فالادفايس اللي انا هديه للشباب اسمع، دايما الكون او ربنا دايما بيوجهك. طب انت ليه ما خدتش مثلا، يعني خليني نروح للجانب بتاع الام مثلا، ليه ما خدتش الموضوع ان انت كنت موهوم وانت اصلا مالكش؟ يعني في بعض اللعيبه بتشارك في لعبه كمال الاجسام هم ما عندهمش لا جينات وما عندهمش الباشن ان هم يبقوا لعيبه كمال اجسام، بس عندهم الوهم في دماغهم انا لاعب كمال اجسام او انا لاعب كوره او انا بعرف امثل، وانت ما عندكش الموهبه اصلا او انت ما عندكش انا ما عنديش الجينات ان انا ابقى لعيب كمال اجسام. ورحت للدكتور اسمه علي هيكل، ابن هيكل بتاعت ابن قال لي نفسه، قال لي محمود ما عندكش الجينيتكس ان انت تبقى بروفيشنال بودي بيلدر. كان عندي حاجه اسمها بالانجلش جروث هرمون ديفيشنسي ديس اوردر، بلوغ متاخر. بالظبط. عظمي كان صغير جدا. كنت اصغر طالب وارفع طالب في الصف بتاع المدرسه. وقال لي انت كواحد عنده 17 سنه يعني ساينتفك علميا مش شايفك تبقى محترف. بس لما عندك انت بتتكلم في الاحتراف من بدري قوي، 17 سنه بدري جدا. 17 سنه بتتكلم في الاحتراف. 18 19 سنه كل 19. ما كانش عندنا حاجه اسمها احتراف في الوقت ده. ما انا عارف يعني الناس كلها كانت يعني زي بطوله الشركات او بطوله الجامعات والحاجات دي، هي دي كانت الحلم بالنسبه. انت كنت بتفكر ابعد من كده يعني دايما. انت كنت رايح انت شايف بره. بص لازم احلامك تبقى هبله. بالظبط. يعني انا بشجع الناس. هو الهبل هنا فيما معنى الضر بيقول مش هبل، لا الهبل اللي هو الاوفر، ان انت تبقى اكستريم قوي في الحلم. لا ان واحد يتريق عليك. انا بقول لك فعلا احلم لدرجه ان انت لما تقول حلمك لواحد طموحك كبير يتريق عليك. يقول لك اللي هو بيقوله ده. وانا حتى فاكر كنت بتمرن مع محمد زكريا في جولد جيم، كان عندي 19 20 سنه، كنا متصورين مع بعض. كنت انا دايما تمريني زي ما تقول اكني بتمرن لليوم ده. فمرة كان صاحبه جه وكده، قلت له يلا يا محمد نرى. قال لي ايه يا عم، في ايه يا عم، انت رايح الاولمبيا ولا ايه يا عم؟ قلت ريلاكس شوية. بس انت من جواك من 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 داي وان. من زمان. فلو ما عندكش مش بالجينات، بالحبك لحاجة ممكن يوصلك ابعد ما يمكن. ما تنساش دوريان ييتس. طبعا دوريان ييتس كان في العهد بتاع الجينات. بالظبط. فلاكس ويلر، كيفن ليفرون، ليلا برادا. كل واحد وسطه قد كده وجيناتكس رهيب. هو كان عنده اوحش جيناتكس فيهم. بس تمرينه ما بيلعبش. انا كنت ده. ومشكله ظهري وكل ده هنوصل لها بعدين. ده لسه. خلينا ناخد فاصل ونرجع عشان نكمل مع كابتن دور. انت قلت ان انت بتستخدم مشروطات. في ناس فهمت الموقف ده غلط تماما. في ناس لا فهمته بالمنظره،
يعني هو الدره بيورينا امكانياته الماديه. فلسه اسالك، انت بتجني ايه من الموضوع ده؟ ايه اللي يخليك تعمل كل ده؟ ايه اللي يخليك تعيش الحياه القاسيه دي؟ يعني ايه الدافع او ايه الباشن ورا كل ده؟ انت ليه بتنصح بالمنشطات للعيبه اللي لسه مبتدئه؟